السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي برنامج ذا دريم. صباح السلام وصباح الرحمة وصباح الخير عليكم كلكم. النهاردة إن شاء الله هنعرض لكم بعض من المتسابقين المعانا والمواهب المميزة من الأطفال والشباب. وبشكر طبعا ضيوف الحلقة معايا أستاذ أشرف عضو اتحاد كتاب مصر، وبشكر أستاذ الشيخ أحمد خاطر أهلا بك يا أستاذ أيت. القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون. وبشكر طبعا كل المشاهدين وكل الضيوف اللي جم معايا من محافظات بعيدة جدا علشان يظهروا المواهب بتاعتهم وعشان يظهروا مواهب أطفالهم. وطبعا احنا بنحييهم جدا على العمل دوت. وهنبدأ بالمتسابق معانا إياد أحمد. إياد عنده 11 سنة، هيتلو علينا خواتيم سورة الفرقان. وإياد وصل اللهم بارك لنص القرآن. اتفضل إياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي إياد أحمد عادل من محافظة الدقهلية. عليكم إن شاء الله خواتيم سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. أحسنت إياد، بارك الله فيك، ربنا يتقبل منك يا رب ويجعلك من الصالحين. مع تعقيبك يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إياد ما شاء الله ما
شاء الله عليه ممتاز، اداء جميل واداء راقي واداء ممتع. برضو كنا عايزين بس شويه حيويه في الاداء، وبرضو صوت نقي، وان شاء الله مستقبل كويس عظيم ان شاء الله. الشيء الثاني بس عنده بعض الحروف زي الهاء والعين يحقق شويه، وبرضو الطمأنينة حلوه، تاخد نفسك من مناخيرك وانت تقفل بقك وتبدا تسترسل في القراءه ان شاء الله. بس مستوى صوته كويس بالنسبه للشيخ. لا صوته نقي وصوته صافي وجميل جدا ما شاء الله، يعني مستقبل باهر. امكانياته في القراءه برضو بالنسبه للعمر بتاعه والله هايله. ما هو انا بتكلم على سنه وبديه امتياز على سنه ما شاء الله، يعني حاجه كويسه وشيء مبشر بالخير ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. احسنت، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. احسنت، شكرا. ايه تفضل. ومع اصغر شاعره في الالقاء معانا روان محمود. روان عندها 7 سنين، وروان جايه تشارك معانا في البرنامج من محافظه اسوان، وهي متاثره جدا بهشام الجخ، وهتقول لنا قصيده لما ابوك يقسى عليك. اهلا بيك يا روان، مسكي المايك واتكلم. انا روان عندي 7 سنين، هقول لكم قصيده بعنوان لما أبوك يكسى عليك. لما أبوك يكسى عليك شوف بقلبك، اوعى تحسبها قسية، ده غضبه مليان كل خوف، حنية بس ومدارية. مين يحبك قد أبوك؟ مين يحبك قد أبوك؟ ده انتو دم وقلب واحد، حتى الملامح هي هي. يا مشالك ويا مضمك، قلبه قبل الكل حبة، جبر بخاطرك وانت يا ما كسرت خاطره، يا ما زعلته ووجعته برضه كنت عليه بتصعب. عمرك ما هنت في يوم عليه، عمرك ما هنت في يوم عليه، ولو ما بينهاش في عمره. انت لو تعرف غلاوتك قد ايه، انت لو تعرف غلاوتك قد ايه، كنت عشت العمر كله تحت امره. يا ابني ابوك هو السند، يا ابني ابوك هو السند، حماك من الدنيا وعناها، لو بعد عمر طويل يغيب هتشيب من الدنيا وجساها. يومها مش هيفيد ندم، وساعتها عيصور الضمير. يا ابني ابوك مش عايز من الحياة ولا أي حاجة غيرك انت بس تكون بخير. اكسب رضاه، اكسب رضاه، وخفف عليه هم الزمان. كل اللي وياه تعمله هيتردلك داين تدان. بعد ابوك قول على الدنيا السلام، اوعى تغرك صحتك، اوعى تغرك صحتك ولا حتى سنك. اوعى يوم عينك تنام وهو زعلان مرة منك. ده مش كلامي، اسأل الناس اللي فقدوه قبل منك، فراقه قصر قلبهم. مع احترامي مش هينفعك خالك في يوم ولا حتى عمك. فكر وراجع كل حاجة وشوف بنفسك، يمكن يكون كل الكلام ده رسالة ليك، يمكن يكون كل الكلام ده رسالة ليك وبعدها ربك. دلوقتي لسه فرصتك، دلوقتي لسه فرصتك، والذنب ذنبك قبل ما تندم على اللي كان. اكسب رضاه، خلي ربك يرضى عنك. شكرا. الله عليك. شكرا، احسنتي. احسنت يا روان. مع تعقيبك يا استاذ اشرف. روان بسم الله ما شاء الله، بالرغم صغر سنها يعني، بس ملكة الحفظ عندها جميلة جدا، بمواقع النحو كمان كويسة ممتازة. بالنسبة لسنها أقول تبارك الله، يعني رائعة يا روان، وبالتوفيق إن شاء الله، بس اتدربي كتير. شكرا يا روان. ومع المتسابقة الثالثة أستاذة رحاب ربيع. أستاذة رحاب جاية من محافظة المنصورة، وعمرها 33 سنة، وهي تمهيدي ماجستير في كلية الآداب جامعة المنصورة، وهي هتقدم لنا قطعة من التعليق الصوتي من كرتون ربع نزول. تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك استاذ الحاج؟ تفضلي. روبانزل دلدلي شعرك، انا جيت جه الوقت، انا عارفه عارفه، يلا ما تخليهاش تشوفك. روبانزل قربت عجز وانا مستنيه. حاضر يا ماما، اهلا، نورتي يا ماما. روبانزل انت ازاي بتعملي كده كل يوم ومن غيره ولا غلطه؟ بتلعبي قوي لما ترفعيني يا روحي. لا خالص، امال بتتاخري عليا كده برضو؟ ما تزعليش انا بغيظك. طيب خلاص ماما، انت عارفه ان بكره يوم ماما او بالنسبه لي. روبانزل بصي في المرايه، عارفه فيها ايه؟ انا شايفه بنت جميله وقويه وواثقه من نفسها، وانت جنبها اهوت. انا بغيظك، ما تاخديش كل كلامي بجد. ماشي، انا كنت بقولك ان بكره يوم مهم. روبانزل معلش ماما حاسه بشويه تعب، ممكن تغني لي شويه بعدها نتكلم؟ طبعا يا ماما. يا ورد المعين خلي القوه تبان، رجعلي كان. استني استني، روبانزل يا ماما، من بدري بقولك ان بكره يوم مهم قوي ومش فارق معاكي، فهقولك بكره عيد ميلادي. ترارا، لا 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 مش صح، انا فاكره كويس، ده كان السنه اللي فاتت. ما هو ده الغريب في اعياد الميلاد، بتيجي كل سنه. ماما هتم 18 سنه ونفسي اطلب اللي نفسي فيه في عيد ميلادي، اني احقق اللي بتمناه بقالي كذا عيد ميلاد. روبانزل ارجوك تبطلي برطمي، انت عارفه اني بكره البرطمه. لب 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 لب، دوشتيني. انا بغيظك وموت فيك يا حبيبتي. انا عايزه اشوف انوار السماء. ايه قصدي؟ نفسي تاخديني عشان اشوف انوار السماء. قصدك نجوم السماء؟ مش بالظبط، النجوم كلها بتبقى ثابته في مكانها في السماء، بس دول بيظهروا كل سنه في عيد ميلادي يا ماما، وبس في عيد ميلادي، ومش قادره امنع احساسي انهم بينوروا عشاني. انا بجد نفسي اشوفهم قوي يا ماما، مش بس من شباكي، لا بنفسي. انا محتاجه اعرف سرهم ايه. انت عايزه تخرجي بره يا روبانزل؟ انسي الكلام في الموضوع ده وبلاش تفتحيه معايا تاني. حاضر يا ماما. شكرا. جميل جميل جدا استاذ الحاج. في حاجه عايزه قطعة تقولي او حاجه؟ تمام. طيب حضرتك عقب استاذ اشرف. واضح ان اللي اختار قطعه زي دي اكيد في خلفيه خفه ظل، مفيش كلام يعني اللي اختار حاجه زي كده. احسنتي في النقل ما بين الاصوات، انا كنت بحس تنهيد رابونزل وبعدين بتابع صوت الام بلاقيه طبيعي، فاحسنت النقل، رائعه بجد يعني، بالتوفيق ان شاء الله. تعقيبك شيخ احمد. هو الهدوء سيد الموقف مش كده؟ تكوني هاديه خالص وتكوني مستقره، والنفس حاول تخرج من مناخيرك وتطلع من بوقك بحيث يكون في يعني تركيز اكتر احسن، والتنقل كان كويس ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله، حفظك الله. وكان برضو تعبيراتها محيه يعني لغه. انا قلت في النقل كانت بتقنعني بالشخصيتين، في النقل في خلال ثواني بتنقل من شخصيه الام لشخصيه رابونزل. احنا كنا متابعين رابونزل واتفرجنا على مع اولادنا طبعا، فالنقل كان احييها عليه بجد. شكرا شكرا، مشاهده جميله. شكرا لحضرتك. احسنت. شكرا استاذ الحاج. احسنت. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ومع المتسابق الرابع، وهم مجموعه من الاطفال، شمس احمد ونور احمد ورحمه احمد. شمس 13 سنه ونور 9 سنوات ورحمه اصغر حاجه 7 سنوات. هم الثلاثه هيشتركوا في انشوده المصطفى وهيعملوا فيها دويتو مشترك، وهم الثلاثه من محافظه القاهره طبعا، هم اخوات، و
بيشتركوا في الإلقاء في مسابقات كتير في المدارس وبيحصلوا على عيد الجوائز. اتفضلوا. الاسم رحمة أحمد، السن 7 سنوات. الاسم نورة أحمد، السن 9 سنوات. الاسم شمس أحمد، والسن 13 سنة، وهننشد إنشودة المصطفى. قربوا بقى كده من بعض. مصطفى مصطفى من باعوا الرصافة، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه باليتامى ضيفا. مصطفى مصطفى من باعوا الرصافة، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه باليتامى ضيفا. حن قلبي له فاض شوقا إلي، ليس أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة علي والسلام علي، كان في هديه منهجا وسطا، كانت تسعده بسمة البسطا، قمة في الكرم سيدا في العطاء. مصطفى مصطفى من باعوا للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه باليتامى ضيفا. حن قلبي له فاض شوقا إلي، ليس أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة علي والسلام علي، كان في هديه منهجا وسطا، كانت تسعده بسمة البسطا، قمة في الكرم سيدا في العطاء. مصطفى مصطفى من باعوا الرصافة، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه باليتامى ضيفا. مصطفى مصطفى من باعوا للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه باليتامى ضيفا. جميل جميل. حصلت. تفضل مع طارق، خليكم استنوا اسمعوا تعقيب الأستاذ أشرف. بسم الله ما شاء الله، التلاتة حالة جميلة قوي. الصغننة دي جريئة على الميكروفون عنهم. الوسطى بسم الله ما شاء الله أقنعتني عن التلاتة. هنا في نضج في الصوت شوية، يعني أنضج منهم طبعا، وحركاتها وسكناتها ووقفاتها ممتازة يعني. هنعرف بقى تعقيب الشيخ أحمد بقى في العفو. أستاذنا بعدك مفيش كلام. الأولى رحمة، رحمة ما شاء الله ربنا يحميها، مستقبل باهر إن شاء الله، لأن الميكروفون عايز الشجاعة، والشجاعة من الصغر بتأدي إلى قوة النجاح. الوسطى عندها شجن في الصوت، وعندها حنية، وعندها يعني تقليد بارع ما شاء الله يعني. الكبرى طبعا الأخت الكبيرة برضو عايزة شوية تمرينات، عشان يعني المستوى بتاعها المفروض يبقى أعلى من كده، بس هي ممتازة، بس احنا عايزين يبقى اعلى من كده كمان. والسرعه عندها هي اللي ايه بتقلب بالاداء. وهم الثلاثه بينهم روح تعاون حلو، دويتو جميل، متفقين دويتو جميل، ممتاز 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 يعني، نستمر في المستقبل يعني. وشيء طيب نجاحهم النهارده ان هم فاهمين بعض ما شاء الله، ربنا يحميهم. برضو ايه شويه كده تمرينات صغيره على الشجن بس والاحساس، هيبقوا ان شاء الله قنبله ان شاء الله عند الوسطى. الشجن والاحساس ما هي عندها عالي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهم الثلاثه امتياز مع بعض ان شاء الله. برافو عليك، برافو عليك. اتفضل اتفضل. شكرا. ومع استاذ محمود عبد الصبور، استاذ محمود من محافظه الاقصر، وهيقدم لنا النهارده قصيده اسمها في رساء هيثم سلمان. واستاذ محمود صاحب ديوان سري للغايه، وحاصل على المركز الاول في مسابقه زانيو ميديا. اتفضل استاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. ان شاء الله هقول قصيده في رساء اخويا هيثم سلمان. كل الولاد جالهم هلع، قلبي اتخلع لما قالوا لي انه مات،
رحت وناديته قوم يا شيخ بلاش دلع ما تخضنيش قلبي ولع بيبصلي بس بسكات طال غيابك يا بطل وتبدلت بعدك حاجات طال غيابك يا بطل وتبدلت بعدك حاجات الصحبة لازع طعمها وضحكتي صارت أهات والدنيا بعدك ما تسويش وصورنا بقيت ذكريات كان نفسي أشوفك لو حتى مرة قالوا لي ممنوع الزيارة ساعة الفراق يا صاحبي مرة مشيت بعيد وسبتنا بعدك حيارة الكل بيسلم عليك الكل بيسلم عليك صحبتك وأهل بيتك والجيران وفي صلاة الدعوة ليك ربنا يرفع درجتك يسكنك أعلى الجنان قبل الرحيل بشهور قليلة جمعت كل الصحبة تاني عملت صرح وبيت وعيلة وسبت نفراجك نعان يا طيبة القلب اللي راحت يا طيبة القلب اللي راحت يا جدعنة واخلاق زمان يا ريحة الجنة اللي فاحت وعشان جدع سموك عنان أنا مش نسيك ما تنسانيش أنا مش نسيك ما تنسانيش زورني حتى في المنام في الطيبة زيك ما تلاقيش يا صاحبي ليك أعظم سلام تمام برافو احسنت في حاجة تانية عايز تقولها؟ تمام عندي قصيدة تانية اسمها في يعني عن الذكريات والحنين الماضي طب اتفضل قول حضرتك عارف القصيدة بس اوكي اسمها فاكر يا صاحبي بتقول فاكر يا صاحبي لما كنا صغيرين كنا ملايكة نفرح القلب الحزين كان الأمل مالي عينينا والحنين فوق الجبين كنت أما تزعل مني أهلي بيرضوك وأما تيجي علي تاخد لعبتي كنت أروح واشكيك لأبوك ولسه فاكر كلمته ده ابن عمك زي أخوك ولما يجي علينا عيد نفرح سوا ولو تعبنا الجرعة من نفس الدواء طب ما احنا جيرة من مية واحدة جوفنا طاب وارتوى فاكر يا صاحبي اللمة والونسة الجميلة فاكر يا غالي لما كنا أحلى عيلة والود ممدود للسما والسطح يشهد كنا بنسهر كل ليلة أنا لسه فاكر لعبنا في دروب شارعنا أنا لسه فاكر لعبنا في دروب شارعنا طب انت فاكر لما رحنا بعيد وضعنا فاكر يا صاحبي طيبة الناس فاكر يا صاحبي طيبة الناس والكباير تعب الطبق من لف زي الساج يا داير يوم عندنا ويوم عندكم عمال يدور وكأنه زاير كانت بيوتنا طين وقلوبنا زي الذهب كانت بيوتنا طين وقلوبنا زي الذهب والحب كانه لينا احنا بس اتوهب والتجوى مالية بيوتنا واللي يصيب فرضه كان يقولوا له ابو لهب شكرا شكرا لك يا استاذ محمود احسنت يا استاذ محمود القصيدة الأولانية رائعة جدا من الواضح ان انت بتأرخ لنفسك يعني انت بعد ذكرياتك كده بتحاول تدونها ده شيء جميل طبعا القصيدة الأولانية فيها مفردات جميلة أوي وفيها صور كويسة موزونة إلى حد كبير يعني في هن أو هنتين بسيطة في المجمل في القصيدتين أقول لك ما أروعك برافو عليك الله يكرمك عند حضرتك تعقيب الشيخ احمد لا ممتاز ما شاء الله عليه ربنا يحميه رب ربنا يحميه ومع المتسابق عمرو محمد مصطفى عمرو 16 سنه حصل على المركز الاول في حفظ القران الكريم وهو مجاز في حفص وشعبه وتم تكريمه من الامام الاكبر احمد الطيب وعمرو هيعرض لنا انشوده طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداع أيها المبعوث فينا جئت
جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. سقاه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع، مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء، مطلق الساعي إذا ما اخطأ الساعي المسير. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات، ليس للات مكان، ليس للعزى الثبات. جاءنا الهادي البشير، نطقه وحي المسير، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء، فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء، فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. مطلق الساعي إذا ما سعى الساعي المسير، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أحب عرف الجميع وديك نبذة عن حياته، لي الشرف والد الشهيد اللي افتخر بإنجازاته. فعز ليله كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن وباستماتة، عرض حياته ألف مرة للضياع، ما يستاهلش كره أبدا أو شماتة. وأحب أفكركم جميعا لو نسيتوا اللي اتحرم دلوقتي منه وأهل بيته، وعشان أمنا بالقدر وبالشهادة قلنا العمل لأجل الوطن أفضل عبادة. اللهم الاعتراض لكن دي حاجة مكتوبة له، أنا هبقى زي ومش هخاف هكمل المشوار بداله. معلش معانا مداخلة بس دولية وهنكمل مع حضرتك، يعني حضرتك خليك معانا. أيوة معاكوا. ألو ألو ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، صباح النور. صباح الخير عليك أستاذ محمد. شكرا شكرا. طيب حابب اشكركم، اولا اشكركم على هذه البادره الطيبه والموسيقى الطيبه. الله يكرمك يا رب. حضرتك بتكلمنا، ثانيا انه حابب اعرف بنفسي، انا محمد امين الربعي من تونس، كاتب قصص وشعر. تمام. العمر 30 سنه، وسالقي عليكم قصيده من القائي وكلماتي ان شاء الله. حضرتك بتكلمنا من تونس يا استاذ محمد صح؟ من تونس. نعم من تونس. القصيده اللي حضرتك هتقدمها كلمات حضرتك؟ نعم كلماتي انا. تمام تمام، اتفضل حضرتك. جف حبر قلمي كما جفت من قبل دموع عيناي، الأحرف والكلمات هجرتني كما هجرتني ابتسامة وجهي، فمن يعيد نبض قلمي، قدح نبيذ أو سجارة عرعار؟ لم ينفع النبيذ ولا العرعار، الحلم فنى وتبخر ولم يبق إلا طيف سراب ألمحه بين السحاب. الحياة تصدعت والموت بسط جناحين، ينتظر احتضار روحي
أو بقايا روح متمردة. الأمل أكذوبة ومسرحية بلا جمهور، دمى القدر ترقص فوق مسرح المنون، الشوق في كل مكان وورود العمر ذبلت واصفرت أوراقها ولم تنتظر حتى الربيع. ترى أبهذا صرع قلمي نزف حزنا على ملح حياتي حتى هو تخلى عني وخلف وعده لي أن يحرر ذاتي من قفص الماضي وأن أعانق معه سحاب الأحلام وأن أرسم به أحلى الكلمات وأرقص مع حروفه رقص الحب والسلام وأن أصنع بجمله بلسما لكل الأسقام. ولكن هيهات لم أنجح لأجعله بلسما لمن يقرأ أسطر كلماتي، بل نشر معه الحزن والشقاء ولا ينفع بعد ذلك العزاء ولا الدعاء ولا الدموع ولا السماء. جميل، حضرتك خلصت أستاذ محمد القصيدة؟ نعم، بس عندي كلمات محفزة لجميع المشتركين وللقناة. طب هو حضرتك ما قلتلناش عنوان القصيدة. صراع قلم عنوان القصيدة. نعم، صراع قلم. صراع قلم. تمام تمام. طب اتفضل حضرتك بالكلمة اللي عندك. طيب تمام، هي كلمات محفزة للمشتركين وشكر للقناة الكريمة. قف على ناصيتي حلمك وقاتل، حلمك ينادي فاكسر القيود ولا تتردد، حارب اجتهد اعشق حلمك فبدونه تصبح كشجرة بلا جذور وكسماء بلا سحاب، فيعترضك الكثير من الشوك ستنزف لكن حلمك لن يموت، سيجري مجرى الدم في العروق، المشوار طويل لا تيأس حطم قيودك وانطلق وتصالح مع ذاتك، مع قناة الصحة والجمال ستعانق حلمك من جديد. وشكرا لكم جميعا وبالتوفيق لجميع المشتركين إن شاء الله. شكرا لك يا أستاذ محمد وشكرا لأهل تونس بالمشاركة الجميلة دي معنا. ستنزف ولكن حلمك لن يموت. مع حضرتك أستاذ أشرف. جميل اللي قاله، من الواضح ان هو طبعا شعر حر مش شعر عمودي او شعر تفعيلة، البعض بيميل للشعر الحر. هو اجاد في بعض المناطق وبعض المناطق التانية برضو اجاد اكثر، بالذات في القصيدة التانية وحيّي عليها. انهي قصيدة تانية؟ التحفيزية. هي دي مش قصيدة يعني، هي عمل لا قطعة مصرية. لا يا فندم، هو شعر حر. شعر حر. من نفسه هو قال انا هقول كلمة بس هو قال قصيدة. الاولى قصيدة والتانية قصيدة. يعني التانية موزونة يا استاذ اشرف؟ يا فندم الشعر الحر لا يخضع الاوزان. هو شعر حر. تمام. اجاد فيه قدر ما اجاد، واحييه على اللي قاله. طبعا عنده يعني انا حاسس ان هو ليه صوت شعري مختلف عن برضو الشعر الحر اللي اتمنى يكتب عمودي ويحط لنا في المفردات الجميله دي، هيكون اروع واروع واروع. احييه. تمام. مع حضرتك يا شيخ ما شاء الله عليه، ربنا يحميه يا رب. هو الاداء الالقائي بتاعه حلو. اداؤه طبعا في نضج ما فيهاش كلام، يعني انا تعرضت للكلمه اللي هو قالها او للشعر اللي هو انا بتكلم على مستوى الالقاء. لا في نضج طبعا. في نضج. وقفاته كويسه. في بعض المناطق في القصيدة بتحتاج بنرفع الصوت نخفض، هو كان موافق إلى حد كبير فيها يعني. هو الدول العربية غالبا بتبقى مميزة في الإلقاء. لا، وأهل تونس كمان، احنا من عندهم عمنا الكبير قوي أبو قاسم الشابي. طبعا، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. علامة من علامات الشعر في العالم العربي. معلش بنعتذر يا عمرو عن المقاطعة دي، بس هو كان عشان بيتصل دولي فبنعتذر. معلش ممكن بقى ايه يعني جيب حتة من قدام وكمل عادي معاك. احب اعرف الجميع واديكوا نبذة عن حياته،
لي الشرف والدي الشهيد اللي افتخر بإنجازاته، فعز ليله كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن وباستماتة، عرض حياته ألف مرة للضياع ما يستاهلش كره أبدا أو شماتة. وأحب أفكركم جميعا لو نسيتوا اللي اتحرم دلوقتي منه وأهل بيته، وعشان أمنا بالقدر وبالشهادة قلنا العمل لأجل الوطن أفضل عبادة. اللهم الاعتراض لكن دي حاجة مكتوبة له، أنا هبقى زي ومش أخاف أكمل المشوار بداله. فعز ليله كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن وباستماتة، عرض حياته ألف مرة للضياع ما يستاهلش كره أبدا أو شماتة. وأحب أفكركم جميعا لو نسيتوا اللي اتحرم دلوقتي منه وأهل بيته، وعشان أمنا بالقدر وبالشهادة قلنا العمل لأجل الوطن أفضل عبادة. أيوة العمل لأجل الوطن أفضل عبادة. شكرا يا عمر. مع تعقيبك شيخ أحمد. ما شاء الله صوت رائع، مستقبل منشد، ولكن في احترافية في الأغنية، اضطرت الأغنية يعني عندك أحسن من الأنشودة. أنت حاولت طلع بدر علينا من أنشودة يعني صريحة إلى شبه أغنية مع الأنشودة. الأصل بتاعها إيه؟ تعرفه؟ طالع البدر علينا. أيوه قول كده. طالع البدر علينا. تمام. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هنا أجاد. هنا الصح، هنا اجاد. ليه بقى؟ لان دي تتماشى مع الانشاد الديني. بص بقى اسمه سيكا، مقام سيكا، ماشي. طالع ماشي الاقاله الاصليه بادر علينا، ماشي. من ثنيات الوداع، خد بالك يا الطريقه اللي انا بقول بيها طريقه الشيخ مشاري. طريقه الشيخ مشاري هو غير شويه عشان هو يميز بيها. ولا في نقل من مقام لمقام. تمام تمام. بعض المقاطع كان في نقل من مقام لمقام، التزم بالمقام يا شيخ في الاخر في الشطره الاخيره من الانشوده. بس انت سيادتك القفله بتاعتك لازم تطول شويه عشان يبقى فيها شجن عشان يحس بيها. طلع البدر قولها كده تاني، بطلعتك انت بتاع الشيخ مشاري، قولها تاني الاول. طلع البدر علينا. كمل. من ثنيات الوداع. لا ايه الاحسن؟ الوداع وجب الشكر. تاني تاني. من ثنيات الوداع. تمام كمان زود شويه. شوف بقى وداع. هنا في وقع على الوجدان، انا بسمع بوجداني. الكلام ده في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اي حد بيسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم او بيسمع اي حاجه من خصوصياته، فالحاسه بتاعتنا بتقشعر لها الوجدان والابدان. تمام. يبقى انا القافيه هنا بتاعت سيادتك اخر كلمه وداع، الثانيه زيها، الثالثه زيها، اي ختمه عندك في اي شطر في الـ في الـ في البيت، اي بيت، يبقى كده طولها شويه كده تميز عن الشيخ مشاري واداك يكون متميز. وبرضه جالب كده في الايه، في الشين بتاعك. الثانيه دي اغنيه صافيه لحسين الجسمي، صح؟ ايه لا للشاب اللي هو كان بتاع الشرطه في بس في الاساس حسين الجسمي. ده اللحن بتاعه. هو قريبه منه. ده اللحن بتاع حسين الجسمي. تمام. فحسين الجسمي من الناس اللي انا بحترمهم، دماغه حلوه يعني ما شاء الله عليه، ربنا يحميه يا رب.
عنده قوة تحكم رهيبة وانت برضو فيك لون منه وخليك عليه. بس ولكن عايزين الشجرة بتاعك في الانشودة احسن من الاغنية. لو هتتجه الانشاد يبقى الانشاد دي طريقته عشان انت هتقول الجمهور بتاعك هيبقى عريض. الاغنية هيسمها اغنية لها لحن ولها ايقاع ولها شغل عالي اكتر من الانشاد. وبعدين الاغنية صعبة. الاغنية اصعب من الانشاد. الانشاد تفعيلاته صغيرة. القاع بتاعه طالع عال ماشي بادر سريعة وسهلة. اما الاغنية طبعا كل كلمتين ثلاثة عايزين مقام معين وتطلع وتنزل و... بس انت عندك مشروع يعني منشد كويس ومشروع مغني كويس وانت تختار ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يقدرك الافضل ان شاء الله. ربنا يحميك. احسنت احسنت. شكرا يا عمر. شايفة المرة دي كلهم بيقولوا قصائد حلوة في الأب. بسم الله ما شاء الله. صح؟ اتعلموا من غلطة رفايدة. كويس. صح كده؟ لا رفايدة باظت الدنيا خالص. لا يعني هي كانت عندها إحساس معين. هما دلوقتي النهاردة كلهم جايين بيشكروا في الأب جدا. حتى بتقول لك لما يقسى عليك أهوت خليك كويس معايا. هما يعني خدوا بالنصيحة. بتوجه بالشكر لكل الجمهور بتاعي ولكل المتابعين وبشكر طبعا أستاذ أشرف على كل التقييمات بتاعته وبشكر الشيخ أحمد على كل التعقيبات اللي بيعقبها. أشكرك وقابلكم إن شاء الله يوم الاثنين الجاي في نفس الموعد الساعة 9 في معادنا. شكرا لكم. السلام عليكم.